صباح الخير لك يا عمان، وصباح الخير لكم مشاهدينا الأحبة، وأهلا بكل من ينضم إلينا لمتابعة ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قهوة الصباح. مشاهدينا الأكارم، هناك علاقة قوية جدا بين التغذية والتحصيل الدراسي بالنسبة للطلاب، فكلما تغذى الطالب بشكل طيب صار الاستيعاب معه بشكل أطيب، كلما تغذى وصار نقص في غذائه يصير ربما استيعابه أقل. احنا راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع برفقة الأستاذة دانا بنت حسين العجمية، أخصائية تغذية علاجية بمستشفى النهضة. أولا صباح الخير ونورتينا في قهوة الصباح. صباح النور، شكرا على الاستضافة. شكرا لك أيضا على تلبية الدعوة الكريمة. أنا أمامي الآن وجبات، لكن بداية نتحدث عن أهمية وجبة الطالب المدرسي في المدرسة. طبعا التغذية الصحية، الغذاء الصحي المتوازن جدا مهم بالنسبة للطلاب، خصوصا أن هذه الفئة العمرية تمر عبر مراحل تغيرات فيزيولوجية جسدية وأيضا سلوكية. جميل. فهنا يجي أهمية التغذية العلاجية، التغذية يعني المتوازنة والصحية بالنسبة لهم. طبعا بالنسبة للتغذية الصحية نحن أيضا نراعي الكمية والنوعية، لأنه الكمية ممكن لا سمح الله يؤدي إلى زيادة في الوزن، ممكن يؤدي إلى نقصان في الوزن، وأيضا نوعية الأكل أيضا مهم للوقاية للعديد من الأمراض. جميل. منها مثلا مرض نقص الدم. نعم. واللي هو أكثر انتشارا في سلطنة عمان، بين خصوصا يعني معظم المدارس نحصل في هذا، ويكون سببه نقص الحديد واللي هو ناتج عن سوء التغذية. نعم. ايضا مثل ما ذكرت انه يعني التغذيه لها دور مهم ومباشر مع التحصيل الدراسي والتفوق. جميل. لانه اذا يعني الطالب اذا كمل كل احتياجاته التغذويه من الاكل، فهنا راح ياثر مباشره على التحصيل الدراسي. لانه ليش؟ لان التغذيه الصحيه تساعد على يعني زياده الذاكره، التركيز، الانتباه. جميل. فكل ما كان الطالب يعني ياكل اكل صحي وياخذ كل احتياجاته من الاكل الصحي، هنا راح يكون في عنده التفوق الدراسي، لان التحصيل راح يكون اكبر بسبب الانتباه وقوه الذاكره. جميل. لا نختلف جميعا باهميه وجبه الافطار بالتحديد، سواء كان للطالب او لاي شخص على صحيح. على وجه الارض. لو تكلمنا عن اهم العناصر التي يجب ان تتوفر في وجبه الافطار خصوصا للطالب في المدرسه. صحيح، مثل ما ذكرت أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة. ليش؟ لأنه لما يكون الطالب يكون في فترة الليل يعني ما يكون في أي وجبة، لا يكون في أي ماي ولا يعني أي أكل يوصل، يكون نايم مسكين. أيوه، أي بالضبط. نعم. فهو أول ما يعني يصحى الطالب الصباح يحتاج إلى طاقة. نعم. فهذه الطاقة من وين يحصل عليها؟ من وجبة الإفطار. إنزين؟ نعم. فوجبة الإفطار أنها لازم تكون متكاملة، يكون فيها كل المجموعات الغذائية من النشويات المعقدة اللي هي تكون من الألياف، من البروتين. البروتين ممكن يكون من اللحم، الدجاج، السمك، البيض، وأيضا عندنا اللي هي البروتين الغير صحي اللي هو المفروض نبتعد عنه، مثل النقانق، الناجتس، البرجر. هذه الأشياء غير صحية يفضل أنه نبتعد عنها. وايضا عندنا اللي هي الزيوت الصحيه، مثل زيت الزيتون اللي نستخدمه اثناء الطبخ. لازم يعني نبتعد عن الزيوت اللي هي المهدرجه، والزيوت يعني الاشياء اللي تكون مقليه قلي عميق. نعم. مثل الناجتس والبرجر. مثل ما تشوف هنا يعني يكون عندنا هنا امثله. جميل. للوجبات، مثلا هنا عندنا هذه وجبه الافطار، وتلاحظ انه في كل المجموعات الغذائيه اللي ذكرناها. مثلا عندنا الساندويتش، هذا يكون فيه اللي هو يعني النشويات المعقده. النشويات المعقده هي الفكره انه يكون فيها الياف. جميل. أيوة. وجذبني ايضا في الخبزه هذه انها بالبر اتوقع، ايوه لان فيها الياف، فيكون. نعم. بالقمح دائما. جميل. نختار الاختيارات اللي يكون فيها قمح بحيث انه يكون اصح. وايضا في يعني اللي هو نفس الشيء الخضار او الفواكه. فيتامينات. دائما ايوه دائما نسال يعني مثلا الطالب او مثلا الاهالي يسالوا عيالهم ايش هم يحبوا من الخضروات، هل يحبوا شرايح مثلا الخيار، هل يحبوا شرايح الجزر، ايش هم ما يحبوا نوفر لهم اياه على وجبه الافطار. جميل. طبعا مو شرط انه يكملوا كامل الكميه، حسب ما هم، حتى لو قطعه قطعتين، شريحه شريحتين، اهم شيء يعني شيء من لا شيء. صحيح. انزين. وايضا عندنا مثلا هنا اللي هو منتجات الالبان اللي هو الحليب ومشتقاته، هذه من اهم المجموعه.
نعم. ليش؟ لأنه في فيتامين دي أيوه بالضبط، وفي كالسيوم، وأيضا في بروتين، فكل هذه الأشياء مهمة جدا للطالب في هذه المرحلة، لأنه هو يمر في نمو، وأيضا هي مرحلة تقوية العظام. إنزين، فهذه المرحلة هي مرحلة بنائية، ولازم يكون البناء قوي، والبناء يكون قوي إيش؟ بالتغذية الصحيحة والسليمة. طبعا إذا كان الطفل أو مثلا الطالب ما كان يفضل الحليب، فعندنا اختيارات أخرى، فمثلا عندنا هنا لبن، عندنا روب. الحين صار الحليب بكل النكهات، صار بالفراولة، بالشوكولا، صحيح، بالمانجو، بكل الأشياء، فالطفل أتوقع ما عنده عذر. بالضبط، ونحن دائما نحاول أنه يعني كل مرة نجرب شيء لحد ما الطالب يعني يختار الشيء اللي يعجبه. ممتاز. إذا بنتكلم أيضا عن أهمية شرب الماء، وإحنا دائما في لقاءاتنا في قهوة الصباح لما تواصلنا مع مدراء المدارس، أهم النقاط اللي ذكروها أنه إحنا عملنا تصفية وتنظيف شامل لخزانات المياه. ممتاز. سواء كانت للشرب أو كانت للاستخدام العادي، فأهمية شرب الماء أيضا مهم يعرفها المشاهد الكريم. أيوة، قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. صحيح. إنزين، فالماء جدا مهم، ومثل ما تعرف أن إحنا الحين في دولة يعني حارة، وأغلب الوقت أصلا يكون في صيف، فهذا الشيء يؤدي إلى تبخر الماء. نعم. بالتالي نلاحظ كثير في الطلبة أنه عندهم الجفاف، مشكلة الجفاف كثير منتشرة، فهنا لازم إحنا نوعي الطلاب بأهمية شرب الماء لتجنب هذه المشاكل. وفي نفس الوقت لما يعني يكون في نشاط حركي بالنسبة للطلاب، يعني لازم نوعيهم ونذكرهم بشرب الماء. طبعا كيف ممكن نشجعهم على شرب الماء؟ مثلا إذا كانوا أطفال ممكن نخبرهم يشتروا هذول المطارات اللي فيها ألوان وحركات. صحيح. ممكن ناخذهم معنا سوبر ماركت، نقول لهم يلا اختاروا المطار اللي تحبوها، على أساس إنه يتشجعوا. نعم. على شرب الماء. صحيح. وفي نفس الوقت ممكن من الأشياء اللي ممكن تساعد يعني في المدرسة، ممكن المدرسات بين كل حصة وحصة، كل مدرسة تجي أول شيء في البداية تقول إيش رأيكم يلا الحين نشرب الماء قبل لا نبدأ الحصة، فهذه من الأشياء يعني اللي ممكن أنها تساعد الطلاب على أنه يوصلوا لاحتياجهم اليومي من الماء وشرب الماء. طبعا أيضا جدا مهم ننوه أنه إن لازم الطلاب يعني خليهم يبتعدوا عن هي المشروبات السكرية الغازية مثلا، أي مشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، المشروبات اللي فيها كثير سكر، خصوصا العصائر هي الصناعية وهذه الجاهزة. نعم. أيوة، فيها نعم. كثير نكهات، فيها سكريات بنسبة كبيرة، فالماء هو أفضل شيء. إذن هي المسألة تكاملية. الأم والأب أولياء الأمور يبدأوا بإفطار ولو بسيط للطفل. أيوة. قبل ما يطلع إلى المدرسة، لأنه أيضا جدا مهم مسألة أحيانا تصير بعض الإغماءات في طابور الصباح. صحيح. هل هي سببها أيضا نقص التغذية؟ بالضبط. نلاحظ الحين يعني في هذه الفترة، يعني في كل الفترات بشكل عام، أحيانا في الطابور يصير في حالة أغماء أو إعياء. صح. لما أول ما نجي نسأل الطالب نقول له هل فطرت، إيش يردوا؟ لا. لا. فهذه من الأشياء اللي ممكن نتفاداها من البداية بتناول وجبة الإفطار. هو أيضا جميل أن احنا ننشرها كثقافة، ان ترى ما عيب انك انت تاخذ اكل من البيت وتوديه للمدرسة. هذا المفروض يكون. سابقا لما كنا صغار كنا نستحي ان ناخذ التفاحة معانا وناكلها على صوب، في اشياء ربما نشرت بشكل غير صحيح في فترة معينة. أيوه. الان صارت الامور اكثر متطورة. صحيح. صار الان الاب والام يتفننوا في وضع الصحن اللي فيه المأكولات الجميلة مثل هكذا. أيوه. وفي من المكسرات وفي من الالبان. أيوه. فهذه الحاجات تتحمس الطفل اكيد. صحيح. على مسألة التغذية. الفسحة المدرسية ركزنا عليها شوية، كيف ممكن الطفل أيضا، هنا دور المعلم يأتي في توفير الأكل المناسب في الفسحة المدرسية. صحيح، أتفق معك. فأول شيء يعني لازم ننوه أن الفسحة، وجبة الفسحة مختلفة عن وجبة الأفطار، لأن مثل ما تعرف إحنا يومنا عبارة عن وجبات. نعم. فوجبة الأفطار هي تكون كافية لفترة معينة، بعدها نحتاج إلى الفسحة. فالفسحة نفس الشيء، وجبة الفسحة جدا مهمة مثل ما وجبة الإفطار مهمة. نعم. فمثل ما ذكرت، كل ما كان الأكل إحنا سويناه في البيت وعطينا جهزناه للطالب يكون أفضل، لأن نحن نقدر نتحكم في نوعية الأكل والكمية نفس الشيء. فهنا هذا مثال بسيط يعني لانش بوكس، يعني يكون للفسحة. فمثلا عندنا مكسرات، ممكن يكون عندنا زبادي، ممكن يكون عندنا فاكهة، فاكهة مقطعة، نفس الشيء نسأل الطالب إيش أنت تحب، نفس الشيء مثلا عندنا لبن أو حليب. نعم. نفس الشيء من منتجات الألبان عشان يكملوا احتياجاتهم. منتجات الألبان الطلاب يحتاج تقريبا 3 حصص في اليوم. إذا مثلا
الطالب ما حاب انه ياخذ اكل او انه لا سمح الله صار في ظرف فما صاروا ان الاهالي قدروا يوفروا وجبه الافطار في البيت يعني يجهزوها، فهنا عندنا ممكن انه هو يشتري من المقصف او الكافيتيريا. لكن جدا ضروري ناخذ ونعطي مع الطالب، نقول لهم ايش هناك يوفروا، ابتعد عن الشيبسات، ابتعد عن الحلويات، ابتعد عن العصائر والمشروبات الغازيه، ايش من الاختيارات اللي هناك، سندويشه فلافل، فطيره زعتر، يعني من هالامور نحاول ناخذ ونعطي معاهم عشان نوعيهم ونخليهم يختاروا الاختيار الانسب بالنسبه لهم في الفسحه. جميل، هي ايضا رساله احنا نوجهها لجميع المتخصصين والمسؤولين عن موضوع تغذيه الطالب في المدرسه، يجب ان توفر للطالب الطعام الاميز والافضل واللي يفيده في يومه الدراسي. كلمه اخيره تحبي توجهيها لاولياء الامور بالنسبه لتغذيه ابنائهم؟ ايوه، أول شيء لازم نهتم بالنسبة لتغذيتهم، نحاول قدر الإمكان أن يكون تغذيتهم متكاملة تحتوي على كل المجموعات الغذائية، مش بس الإفطار والفسحة، كل الوجبات. نعم. لأنه العقل السليم في الجسم السليم. نعم. وأيضا نحاول في المدارس لها دور كبير في توعية الأبناء بخصوص التغذية الصحية، وهذا مش بس لمرحلة يعني زمنية معينة، مثلا خصوصا ممكن نركز مثلا على فترة زمنية معينة، مثلا فترة المراهقة اللي يكون فيها تغييرات سلوكية وجسدية كبيرة. نعم. لكن نحاول قدر الإمكان أنه من الصغر نزرع فيهم فكرة الغذاء الصحي المتوازن. جميل جدا، شكرا لك دانا بنت حسين العجمية، أخصائية تغذية علاجية بمستشفى النهضة، وحديث شيق. شكرا لكم. الله يسعدك. إذن مشاهدينا الأحبة، التغذية جدا مهمة لكم ولأبنائكم، الله يحفظهم لكم يا رب وتشوفوهم في أعلى المراتب. مستمرين معاكم في فقراتنا الحوارية ولكن بعد هذا الفاصل.